طيب، عشان نقدر او نقدر نتناقش في فكره ايه اللي بيحصل في ملف التحكيم، لان النهارده كمان عندنا مشكله تانية. بس قبل ما اروح للمشكله دي، الاول ارحب بالكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والخبير التحكيمي هنا في قناه النادي الاهلي. كابتن ناصر، مساء الفل. مساء الخير عليك كابتن محمد، ومساء الخير عليك، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتنا لحضرتك، وملفات ساخنه وملفات مهمه جدا، محتاجين الاول نسمع رايك على طاقم التحكيم الاسباني اللي تم الاعلان عنه ان هو اللي هيدير مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. طبعا كابتن محمد مفيش حاجه بتفوتك، طبعا انت قدمت طاقم التحكيم وقلت تفاصيل كتيره عنه، وزي ما حضرتك قلت حكم 33 سنه، هو صغير في السن، لم يدير اي مباراه في دوري الابطال اوروبا او الدوري الاوروبي، يعني اللي انا عارفه ان هو كان بيطلع حكم رابع في هذه المباراه. اكبر مباراه لعبها او اكثر مباراه او افضل مباراه كانت برشلونه واساسونا في نصف نهائي كاس الملك، كانت في السعوديه، ودي كانت بتاريخ قريب قوي. الحكم مدوش خبرات كبيره قوي كابتن محمد، ولكن طبعا اختيار الاتحاد المصري، احنا بنحترم الاختيار، اتمنى طبعا ان هو الحكم يكون موفق ان شاء الله في هذه المباراه. حضرتك بتتكلم على حاجات كتيره، لا ده احنا عندنا حاجات كتيره قوي قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو تحب تعلق على فكره ان اللجنه متمسكه بطاقم مصري والاتحاد خلاص اعلن عن طاقم اسباني، لو تحب تعلق على هذه الجزئيه، وان اللجنه، مش هقول اللجنه، ان بيريرا متمسك لدرجه انه بلغ محمد معروف النهارده ان هو اللي هيدير المباراه. والله نفسي بيريرا لما يبقى متمسك بان هو، يعني حاجه جميله جدا يتمسك بتحكيم مصري، كان يتمسك بلائحه لجنه الحكام في اختبار الوارنر او في اختبار اللياقه البدنيه. بمعنى لما تتمسك بشيء تتمسك بيه في كل المراحل يا كابتن محمد. طب بس الاول احنا بنتكلم، هو خاف ان يتم سيستم يطلع مباراه الاهلي والزمالك بتحكيم مصري، ودي حصلت قبل كده ان يطلعوا حكم في دوره رباعيه تقريبا بالخطا، حكم كان مسافر وبعدين تم تعديل، وفي حكم راح قبل كده المباراه قالوا لا ارجع مش انت الحكم، الحكم امين عمر. قصه كبيره جدا جدا. اتحاد الكره النهارده حسم اموره بدري، خلاص يعني احنا اخترنا خلاص طاقم التحكيم وطلعوه عشان ما بقاش فيه اجتهاد من اي حد بالظبط يتكلم في جزئيه الحكم المصري بالظبط كده. طيب دي جزئيه مهمه جدا جدا. طيب يعني ايه موضوع بقى الورنر تيست؟ لان النهارده انا دخلت كده قبل الحلقه ببص بشوف اللي بيتكتب في موضوع التعيينات النهارده، لقيت المواقع بتتكلم على ان الكابتن محمد الحنف هيدير مباراه بيراميدز والمقاولين، وانا معلومتي وحضرتك برضو اكيد تاكدها او تنفيها لانك اكيد تدرى يعني عندك درايه بالتفاصيل دي اكتر مني، محمد الحنفي السنه دي لم يدير اي مباراه في الدوري، وسبق لي انه دخل اختبار اللياقه البدنيه مره واثنين ولم يوفق، فبالتالي مفيش الثالثه. وبيريرا كان اعلن قبل كده ان محمد الحنفي السنه دي مع محمد الصباحي مش هيديروا مباريات ولكن هيكونوا حكام فار بس. ايه اللي طرأ فجاه عشان نلاقي النهارده محمد الحنفي في ماتش بيراميدز؟ طيب انت عارف كابتن محمد، بالنسبه للاحصائيات انا هقول لك على مفاجاه طبعا في البدايه، احنا بنتكلم على محمد، كل الاحترام ليه، محمد من الحكام المحترمين على المستوى الشخصي بنحترمه. اخر مباراه محمد حكمها كابتن محمد كانت بتاريخ 29/7/2023، كانت الجوله 33 مباراه النادي الاهلي وحرس الحدود. دي من سنه بالظبط كده، من 12 شهر وثلاث ايام يا كابتن محمد. تحديدا كانت بتاريخ 19/7/2023، كانت الجوله 33 من دوري العام 22/23، كانت مباراة الأهلي وحرس الحدود من 12 شهر تقريبا وثلاث أيام. دي آخر مباراة لعبها الحنفي. طيب السؤال لفيتور بيريرا كابتن محمد من خلال برنامج الترند ومن خلال حضرتك، وإحنا بنوجه ليه سؤال من خلال برنامج حضرتك. هناك لائحة للجنة الحكام وضعتها في بداية الموسم، وإحنا مش هنتكلم على الكلام اللي قاله وقال إن اللي يلعب اللي يعمل اختبار ورنا اللي يلعب وما يلعبش، إحنا هنتكلم في اللائحة اللي هو اللي عملها واللي تم اعتمادها من الاتحاد المصري لكره القدم. لائحه في البند 43 و52 بتؤكد على الاتي يا كابتن محمد، ان سيتم اختبار او اجراء اختبار على الاقل اختبارين بدنيين خلال الموسم. يتم عمل اختبار في بدايه الموسم، ولو فشل الحكم فيه بيعمل له اختبار ثاني في نصف الموسم او بعد ثلاث اشهر. ده اللائحه هي اللي بتقول الكلام ده. اللي مش هينجح في الاختبار دوت لا يحق ليه ان هو يلعب مع الحكام المعينين خلال هذا الموسم. ده اللائحه اللي بتقول، مش انا اللي بقول. وده السؤال لبيريرا، هو مين اللي عمل اللائحه ومين اللي اعتمدها؟ هو حضرتك ولجنه الحكام. على فكره في بعض اعضاء لجنه الحكام كانت محمد هم اتسجوا على فكره، ولما تسال حد يقول لك احنا ما نعرفش هو ايه اللي حصل
والاختيار تم ازاي؟ لا ثواني، في لائحه. ثواني يا كابتن نصر، اتفضل. انت يعني اللجنه ما عندهاش فكره عن تعيينه حكام مباراه بيراميدز النهارده مع المقاولين، اتفاجئت بتعيين محمد الحنفي؟ بالظبط كده. ليه؟ لان هم اتفاجئوا ان في لائحه يا كابتن محمد. اللائحه بتقول ايه؟ زي ما انت حضرتك سؤال، هو محمد عمل اختبار في بدايه الموسم مظبوط، لم ينجح في الاختبار. حتى هذه اللحظه لم يتم تعيينه في اي مباراه. حضرتك النهارده لو انت عاوز تعمل اختبار بدني تاني في نص الموسم اللي هو بيقولوا عليه اختبار يو تيست، او عاوز تلعبه، كان ممكن في اول الموسم هو فشل في الاختبار، كنت ممكن تعمله الاختبار اللي هو الاسهل وتخليه يكمل الدوري. انت وقفته لحد ما عمل الاختبار التاني وبرضك وقفته. كان في فبراير الماضي، كان من حوار مش هو بس على فكره، كان هو ومحمد الصباح وبعض الحكام من الدرجه الاولى. مظبوط، مفيش حد بيلعب يا كابتن الا لما بيتم عمل اختبار بدني في بدايه الموسم، والاختبار اللي هو في قانون كره القدم. والكلام ده مش كلامي ولا كلام حضرتك، ده كلام اللائحه اللي موجوده اللي لجنه الحكام عملتها. انا هنا بقى السؤال، حضرتك بتتكلم باللوائح ومتمسك باللوائح، انت النهارده من وجهه نظري ما طبقتش لائحه الحكام اللي انت عاملها واسندت مباراه محمد للحنفي، وده مخالف للائحه اللي انت عاملها واللي اعضاء لجنه الحكام كانوا عاملينها معاك. ده السؤال والاجابه عن دكتور بيريرا يا كابتن محمد. طب ده مدى تاثيره على قانونيه مباراه بيراميدز والمقاولين يا كابتن ناصر؟ لان انا بصراحه بقالي فتره شايف تعيينات الحكام في ماتشات بيراميدز تحديدا غريبه شويه. 10 ماتشات مفيش حكم دولي، لما اتكلمنا فين الحكام الدوليين؟ جه الكابتن امين عمر ادار مباراه بيراميدز، دلوقتي رجعنا تاني لفكره مفيش حكام دوليين لان محمد الحنفي مش حكم دولي، بل كمان الراجل ما عملش اختبار اللياقه البدنيه، فده قانونيته ايه على المباراه؟ كابتن محمد، الاتحاد الدولي النهارده لما بيعمل اختبار وارنر هو اختبار قياس قدره الحكم عشان نقدر نديله مباريات. هو في حاجتين عندنا مهمين جدا. تمام. اللي لما ينجح الحكم في الكشف الطبي، الكشف الطبي ده المعتمد من الاتحاد الدولي بيعمله للحكام الدوليين في بدايه الموسم. عندنا الكشف الطبي، وعندنا الاختبار البدني، وعندنا طبعا اختبار القانون، ثلاث اختبارات بيتم عملهم على اساسهم بيتم ترشيح الحكم للقائمه الدوليه. هو هنا السؤال، هو الاتحاد الدولي لما بيعمل اختبار بدني يا كابتن محمد هو قياس قدره الحكم، هل يقدر ان هو يدير المباريات او ما يقدرش؟ وبالتالي في اي بطوله مجمعه، حضرتك كنت عارف وانت ادرى مننا انك انت على صله كبيره جدا من البطولات، اي بطوله في البدايه بيتم تجميع الحكام وعمل اختبار، هذا الاختبار اللي بيفشل فيه ما بيكملش وبيروح، يعني خلاص شكرا ومع السلامه. ده دليل ان الاختبار دوت لو الحكم ما عملوش ما عندوش قدره ان هو يدير المباراه بشكل بدني لائق، وبالتالي هو هنا الراجل عمل ايه يا كابتن محمد؟ هو استغل توقف الدوري وكان هناك معسكر للحكام في اختبار حاجه اسمها يو تيست. اختبار ده هو ما بيعملوه في نص الموسم عشان ما يقدرش يعمل اختبار وارنر، لان الحكام بتبقى في فتره المباريات، يعني عشان ما يبقاش حكم يعني يعمل مجهود كبير قوي في الوارنر. بالظبط. فبيعملوا الاختبار الاقل اللي هو يو تيست، ايه قياس قدره الحكم، ويبقى يعني حاجه كده ايه بنقول عليها تدريب للحكام، تدريب بدني وليس الاختبار. ولكن طبقا للائحه الحكام وطبقا للي هو عامله في فيتور بيريرا، بنقول ان التعيين النهارده مخالفه تماما للائحه لجنه الحكام اللي لائحه الحكام عاملاها في بداية الموسم لكل الحكام، إلا إذا بقى استثناء لمحمد الحنفي يبقى كل الحكام اللي هي لم يعني تعمل اختبار تلعب. ما هو الاختبار الأولاني لم يوفق فيه، الاختبار الثاني لم يوفق فيه، طبقا للائحة ما ينفعش تعمل اختبار ثالث. كمان حاجة مهمة، هتعمل اختبار ثالث ليها إجراءات، ليها إجراءات لازم الناس تعرفها، اللجنة نفسها ما تعرفش إن اتعمل اختبار، ده إذا اتعمل اختبار. فأنا مش قادر أستوعب إيه فكرة التعيين النهاردة. يعني افرض مثلا المقاولين كسب، المقاولين يتعادل، يروح بيراميدز يعترض على قانونية المباراة؟ يعني ليه بيحصل ده النهاردة في مباريات حاسمة وفاصلة في الدوري؟ كنت ممكن تدي له مثلا مباراة ما بين مثلا الترسانة مع السويس في القسم الثاني اللي هي مباراة تحصيل حاصل، خلاص الحرس وسبورتنج بيتنافسوا على التأهل، لكن تدي له مباراة مهمة في صراع المنافسة على بطولة الدوري؟ أنا مش قادر أستوعب. يعني بيريرا بيدير الدوري دلوقتي بالشكل ده بناء على إيه وفي اتجاه إيه؟ أنا مش قادر أستوعب. ده في حاجة تانية كمان يا كابتن ناصر. اتفضل. يعني بعد الكلام الكتير اللي كان على محمود البنا في الفترة الأخيرة والأخطاء اللي وقع فيها في المباريات الأخيرة، وخد مباراة في القسم الثاني اللي هتأهل للممتاز وحصلت مشكلة تحكيمية، وكانت مشكلة تحكيمية في كذا مباراة، عنده مباراة بكرة، يعني قبل الإعلان عنها أنا بقول لك أهو البنا بكرة عنده مباراة ما بين البنك الأهلي وبلدية المحلة. فحتى فكرة الثواب والعقاب
انا ما بقتش اشوفها حتى في التعيينات. كابتن محمد، في حاجه مهمه جدا، يعني انا بتكلم محمد فاروق مش موجود في السعوديه، ولكن يبدو ان الراجل طبعا مع احترامنا ليه، هو يعني كابتن محمد حته التعيينات دي حته مهمه جدا، لابد انك انت تعيش اجواء المنافسه وتبقى انت عارف صعوبه المباريات، لان احنا عندنا النهارده في منافسه كبيره جدا على سلم الترتيب، في مباريات صعبه وفي مباريات متوسطه الصعوبه وهكذا. انا النهارده لو انا النهارده بطبق اللائحه وبوقف الحكام، يعني على سبيل المثال انت وقفت امين عمر يا كابتن محمد 45 يوم الجوله الثانيه بالظبط كده تقريبا 4 اسابيع بعد مباراه المقاولين العرب والزمالك، تم ايقاف افضل حكم في القاره، وانا من وجهه نظري امين عمر وقفته 4 اسابيع عشان لعبه اختلف فيها مع محمد عادل، وهي كانت ركله جزاء، وقلنا تمام يعني الامور لما تمشي كده على الكل مفيش مشكله، ولكن لما النهارده بنشوف اخطاء تحكيميه، الحكم بيلعب ثاني يوم، لا الامور يا كابتن محمد ابتدت تزيد عن الحد، وخلي بالك ده مش في مصلحه الحكام، لان الحكام كلها بتتكلم والحكام كلها بتقول لك يعني احنا النهارده في حكام بتخطئ وبتلعب وفي حكام بتتميز وما بتلعبش. فانا اتمنى يا كابتن محمد ان احنا عندنا مواضيع كثيره جدا ان الامور تمشي في الفتره اللي جايه، خاصه ان احنا عندنا منافسات قويه جدا جدا. اكيد، وده اللي خلى الاهلي يطلب حكام اجانب يا كابتن ناصر، ما هو الاهلي برضه مش هيطلب حكام اجانب لماتش الزمالك وماتشات بيراميدز اللي جايه وحتى ماتش المصري الا لما يكون شايف في حاجه غلط بتحصل. ف كابتن محمد انا بس هدي مثال النادي الاهلي، يمكن مش عشان خاطر احنا في قناه الاهلي، ولكن اكثر نادي تعرض لاخطاء تحكيميه، مش هقول ظلم تحكيمي ولكن اخطاء تحكيميه، وده بالحصر وبالورقه والقلم، هو النادي الاهلي. وانا عاوز اديك مثال، يمكن اخر مباراه اتلعبت كانت ما بين النادي الاهلي وبلدية المحلة، وهذه المباراة الصعبة اللي فيتور بيريرا عين فيها حكم محترم أو وصاعد وواعد وكلام جميل، ولكن كانت مباراة صعبة للأسف الشديد، حط محمود ناصف، محمود ناصف كانت مباراة صعبة عليه، كانت هناك أخطاء تحكيمية، يعني لولا فوز النادي الأهلي كان عاوز أقول إن ثلاث نقاط كانوا يعني راحوا، ولكن بنقول صعوبة المباريات خاصة النادي الأهلي بينافس أو الزمالك أو بيراميدز، لابد إنك أنت تحط فيها حكام عندهم قدره وعندهم خبرات يقدروا ان هم يعدوا بيها. كابتن محمد الموضوع التحكيم كبير اكيد، ولسه لو يعني عاوزين نتكلم ممكن لو انت عاوز حلقه لسه هيبقى عندنا حلقات ثانيه كتير هنتكلم فيها، بس هختم معاك بسؤال يعني اجابه فيه مختصره. القائمه الدوليه فيها حاجات مهمه اكيد لازم يتم التركيز عليها من الاتحاد قبل اللجنه، لان عندنا حكام رايحين كاس عالم 2026، رايحين كاس عالم الانديه 2025، كاس امم افريقيا في ديسمبر 2025، فالقايمه اللي جايه هتبقى قايمه فاصله، في ثلاث حكام بدون ذكر الاسماء دلوقتي، او لو تحب تذكر اسمائهم اذكرهم يا كابتن ناصر. لازم الفتره اللي جايه يكون في دعم كبير جدا ليهم من الاتحاد المصري ومن وزاره الشباب والرياضه، عشان دول هيمثلوا مصر لمده سنتين في بطولات قاريه ودوليه مهمه جدا جدا. كابتن محمد تاني بقول لحضرتك، انت يمكن من الناس القليلين قوي اللي مهتمين بملف التحكيم على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والدولي، وانت من خلال الترند ومن خلال برامجك الجميله اكدت على ان احنا عندنا ثلاث حكام مرشحين لكاس العالم، واحنا نقول مفيش مشكله خالص، عندنا محمد امين عمر، محمد معروف، محمد عادل، مظبوط. للاسف الثلاثه مش موجودين في قائمه الفار، احنا بنتكلم على حاجه مهمه، وانت قلت الكلام ده اكتر من مره، الناس دي عندها فرصه. كانت محمد كاس عالم 2026 اللي مش هيروح كاس عالم كحكم ممكن يتاخد كاس عالم كحكم بار بالظبط، لابد ان هو يكون في قائمه الفار 2025، وده المفروض مع احترامي احنا بنتكلم على مصلحه التحكيم المصري ليس الافراد، المفروض دول ثلاثه مع محمود ابو الرجال مع محمود عاشور بالظبط، دول لابد ان يكونوا موجودين في القائمه الدوليه، ان كان هناك في حد من الحكام الصاعدين يعني عاوز تحطه مفيش مشكله، ولكن احنا بنتكلم على الثلاثه دول بالتحديد لابد ان هم يتواجدوا في القائمه 2025 يا كابتن، مفيش مجاملات لحد. التحكيم المصري اقوى من اي حد يا كابتن محمد، عندنا كاس عالم نفسنا نشوف حكم واثنين وثلاثه كاس عالم 2026. كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر التحكيمي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.